بات المنتخب الياباني أول المتأهلين عن البطولة الآسيوية إلى نهائيات كأس العالم لكرة اليد المقررة في مصر 2021، وذلك بعد فوزه على المنتخب البحريني ب 25 هدفا مقابل 23 في اللقاء الذي جمع بينهما في صالة الشيخ سعد العبد الله ضمن منافسات المجموعة الأولى من الدور الثاني الرئيسي للبطولة الآسيوية التاسعة التي تستضيفها الكويت وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري، وهو الفوز الثاني لليابان في الدور الثاني بعد فوزه الأول على السعودية ليحصل بذلك على 4 نقاط لحد الآن. وضمن مباريات المجموعة ذاتها فاز المنتخب الإماراتي على المنتخب السعودي ب 23 هدفا مقابل 20 في إطار منافسات الدور الثاني للبطولة الآسيوية، وشهدت المباراة سيطرة واضحة للأبيض الإماراتي الذي أنهى الشوط الأول لصالحه ب 14 هدفا مقابل 10. وفي المجموعة الثانية التي تضم منتخبنا الوطني تمكن المنتخب القطري من حجز بطاقته إلى نهائيات كأس العالم بعد فوزه المقنع على منتخب الإيراني ب 31 هدفا مقابل 25، وحسب نظام البطولة يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة وإلى الدور قبل النهائي للمنافسة على كأس البطولة.